كمان على مستوى العضوية هناك الكثير من القضايا المهمة داخل أسوار النادي، لعل أهمها وأبرزها في الفترة الحالية حديث الكثير من الأعضاء خصوصا في المقرات الجديدة سواء في الشيخ زايد تحديدا على فكرة أو ضريبة القيمة المضافة واضطرار إدارة النادي تنفيذا للقانون. لتوضيح هذا الأمر معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير يا كابتن عادلي، ومساء الخير على المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور سعد. وكل جماهير النادي الاهلي وكل الشعب المصري وقواتنا المسلحه وشرطتنا وقيادتنا السياسيه بخير وبصحه وسعاده، ومصر دايما بخير ان شاء الله. يا دكتور، يا دكتور سعد، في حاله من البلبله تسود بين اعضاء النادي وخصوصا الجدد اللي هم من بعد 2016 حول قرار يعني الالتزام بسداد القيمة المضافة، وأنا أرجو أن إجابتك تتضمن الإجابة أولا: هل يملك الأهلي تجاهل تنفيذ هذا القرار؟ اثنين: هل يملك النادي الأهلي سداده بالنيابة عن الأعضاء؟ ثلاثة: هل يملك الأهلي أو الوسائل التي تخفف من وطأة الالتزام على الأعضاء؟ تفضل يا دكتور. يعني خليني أشكر حضرتك كابتن عدلي على الطرح الواضح في صورة مجموعة من الأسئلة في الحقيقة، اللي هي أيضا كانت بتمثل أسئلة عند أعضاء النادي الأهلي سواء كان في فرع الشيخ زايد أو أيضا في فرع الجزيرة أو في فرع مدينة نصر. في الحقيقة احنا عندنا رؤية واضحة لهذه الأسئلة، ويمكن انا توجهت مباشرة مع اليوم الاول لفتح باب تسديد الاشتراكات السنوية بداية من 1/7 زي ما حضراتكم عارفين، وكان في مجموعة من الاعضاء المؤخرين في فرع الشيخ زايد في الحقيقة كان عندهم هذه الاستفهامات وهذه الاستفسارات اللي كانت بالنسبة لهم غير واضحة، وخصوصا ان التحرك يعني برضه جه مع بدايه تسديد الاشتراكات. لكن احنا خلينا نقول نبتدي كده بالامور، ماذا قام به النادي الاهلي لمحاوله اعفاء اعضاء النادي الاهلي من هذه الضريبه التي يقرها قانون وطني النادي الاهلي ملزم بتنفيذه وليس له الحريه في عدم تنفيذ القوانين الوطنيه في الحقيقه. ده بالنسبه للطرح الاولاني. النادي الاهلي بمجرد ما صدر القرار الخاص بقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه بدايه من عام 2016 في الحقيقه، احنا على طول توجهنا بمخاطبه اداره البحوث الضريبيه فور صدور القرار في شهر 6/2018 بفرض الضريبه، ويمكن البعض بيقول ان الضريبه تم فرضها باثر رجعي، وهذا يعني النادي الاهلي لم يفرض هذه الضريبه، هذه الضريبه تنظمها قوانين وطنيه احنا بنمتثل ليها وتحركنا، ولكن جاءت الاجابه لابد من سداد الاعضاء هذه الضريبه، قلنا احنا خدنا الخطوه الثانيه ان احنا قلنا لابد ان يتولى النادي القضاء التوجه للقضاء المصري، واحنا كلنا ثقه في القضاء المصري لانه قضاء وطني النادي وشريف وكلنا ثقه فيه، وبالفعل النادي الاهلي قام برفع قضيه في الحقيقه بتاريخ 10/7/2019. الدعوة القضائية في الحقيقة تم عدم يعني رفض الدعوة القضائية، عملنا استئناف ثاني مرة أخرى، الصيغة التنفيذية برفض الاستئناف وضرورة تنفيذ وتطبيق هذه الضريبة على الأعضاء الذين اشتركوا في النادي الأهلي منذ 2016. يبقى كده الإجراءات اللي أخذها النادي الأهلي كانت واضحة، وكان في كمان بعد هذه التوجه القضائي تم مخاطبة وزير الرياضة المصري في الحقيقة، ورد وزير الرياضة بأنه موافق على ما انتهى الرأي القانوني للجنة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة، واللي نص على أن ضرورة سداد هذه القيمة بشكل مختصر جدا. في الحقيقة لما استنفذنا كل الإجراءات الممكنة لمحاولة إعفاء أعضاء النادي الأهلي من هذه الضريبة اللي تم تطبيقها في 2016 أو اللي على الأعضاء اللي اشتركوا من 2016، بدأنا نفكر ما هي الحلول الممكنة، وجالنا خطاب أيضا من الجهة الإدارية بيلزم مجلس الإدارة، لأن مجلس الإدارة أصبح النادي الأهلي جهة تحصيل لهذه الضريبة، لا يمكن للنادي الأهلي إعفاء الأعضاء منها، أو ده قرار لا يختص بالنادي الأهلي في الحقيقة.
فاحنا عرضنا الامر على مجلس ادارتنا الموقر في الحقيقه اللي كان عنده رؤيه واضحه لعلاج التحدي اللي ممكن يواجه اعضائنا، فحط مجموعه من الحلول في الحقيقه. الحل الاولاني وبيتمثل في انه سمح بفتره سماح لمده سنه تبدا من 1/7/2022 حتى 30/6/2023 لان الاعضاء يقدروا يدفعوا هذه الضريبه خلال هذا العام، سواء كان على اقساط ربع سنويه او كان مره واحده بدون تحميل الاعضاء اي شكل من اشكال الفوائد. الخطوه الثانيه قلنا ان احنا ممكن نقسط للاعضاء هذه الضريبه لمده سنتين مع تحمل فايده نسبتها 12% اللي هي بتوازي الفايده اللي موجوده، حطيناها برضو فايده ثابته عشان لو حصل تغيير في سعر الفايده احنا ما بنرهقش الاعضاء في التغيير اللي ممكن يحصل في سعر الفايده نتيجه لان التغيرات الاقتصاديه العالميه النهارده كل البنوك المركزيه الوطنيه عماله تغير في اسعار الفايده، ده كان برضو بالنسبه لنا الحل الثاني. الحل الثالث كمان ان احنا يعني سمحنا لشركه فاليو بان هي تتولى تقسيط هذه الضريبه لمده لحد مده 10 سنين، ودي في اطار بروتوكول التعاون اللي بيننا وبين شركه فاليو لتقسيط خدمات العضويه بشكل عام، ويمكن احنا اعلنا هذا الخبر من خلال قناتنا وبرنامجنا الموقر ملك وكتابه في الحقيقه على كل الساده الاعضاء. كمان خدنا خطوه يعني استباقيه شويه عشان يبقى في تيسير افتراضا ان عضو النادي الاهلي في الحقيقه بعد ما قرر ان هو مثلا يقسط على عميل تلاقي ان ممكن تواجهه تحديات ماليه، واحنا عارفين الازمه الاقتصاديه العالميه اللي بتمر بها كافه دول العالم واللي لها انعكاسات في الحقيقه على كل المواطنين في كل انحاء العالم. احنا كنا مقدرين برضو هذا الموقف وقلنا ان احنا عشان ما نرجعش ناخد قرارات ثانيه نفوض المدير المالي للنادي بانه لو هو تقدم عضو عنده تعثر في سنتين وطلب مد لسنه ثالثه يبقى ده خلاص المدير المالي ياخد ايضا قراره عشان يقدر يقسط هذه القيمه لمده سنتين. خليني برضو اقول حاجه ثانيه مهمه جدا في الحقيقه، يمكن الكابتن عدلي حتى بيقول كفايه الضغوط اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي في الخارج، انا في الحقيقه كنت سعيد جدا وانا قاعد مع اعضاء النادي الاهلي وبنتكلم في ازاي نبحث عن حلول مشتركه ويبقى عندنا رؤى مشتركه تمكن اعضائنا فعلا من الالتزام بعمليه السداد ونقدر نحافظ على النادي الاهلي. في الحقيقه كنت في غايه السعاده لانهم كانوا في قمه الايجابيه، عدد كبير جدا منهم كان في قمه الايجابيه متفاهم الموقف، قال يا جماعه بس ادونا. ويمكن احنا على فكره على طول لما عرضنا الامر على مجلس الاداره على فكره وقلنا ان احنا الاعضاء عندهم وجهه نظر ان احنا طبعا داخلين على موسم الصيف، وانا بقول اللي هم قالوه في الحقيقه لانهم يعني في الحقيقه كان عندهم اكثر من رؤيه منطقيه قادره على ان احنا نطبقها على ارض الواقع، وده دايما زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي ان اعضائنا هم دائما بيكونوا جزء من الحل وليس جزء من المشكله، زي ما اتعلمنا على طول كلنا في النادي الاهلي ان الاعضاء فعلا كانوا جزء من الحل. فقالوا طب ادونا فتره سماح سنه دي عشان احنا ده حق الدوله وده حق لابد من الالتزام بسداده، النادي الاهلي جهه تحصيل وليس جهه قادره على اعفائنا من هذه الضريبه، فادونا فتره لمده سنه. وبالفعل يمكن الخطاب اللي انتوا تفضلتوا فيه مشكورين على طول كان في استجابه سريعه من مجلس اداره النادي الاهلي الموقر في الحقيقه برئاسه الكابتن محمود على طول ان احنا نمد لفتره السداد دي لحد 30/6/2023، فاصبح حضرتك عندك سنه كامله بدون اي ترتيب اثار للفايده على هذه القيمه الماليه المحدده انك تقدر تدفعها. الحاجة الثانية كمان في الحقيقة الإيجابية اللي أنا النهاردة كنت شايفها من عند الأعضاء، هم وجهونا إن في عملية نفس نتيجة لسوء عملية الاتصال، وده إحنا على طول استجبنا لرؤيتهم وكان على طول في توضيح على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كان في على الأبلكيشن بتاع النادي الأهلي وضحنا ده بسرعة في الحقيقة، وده الدور دايما الإيجابي اللي إحنا بنلمسه من أعضاء النادي الأهلي إن عندهم حلول مبدعه في الحقيقه واحنا على طول بادرنا بده بسرعه. الحاجه الثالثه كمان ان هم قالوا يعني يعني يا ريت ان احنا بعض المعلومات الخاطئه لان الاعضاء كان عندهم فكره خاطئه انك انت لو ما دفعتش الضريبه دلوقتي حالا مش هتقدر تدفع رسوم الاشتراك السنوي الجديد وتتمتع بكافه خدمات العضويه، ده ما كانش حقيقه في الحقيقه. جميع الاعضاء ويمكن انا امبارح برضه رحت ثاني يوم في الحقيقه زايد بتكليف من كابتن محمود
قال لي تتواجد في زايد اليوم الثاني، ورحنا فعلا تواجدنا في فرع الشيخ زايد، وقابلنا مجموعه برضو من الاعضاء، ولقينا ان الاعضاء كلهم في الحقيقه حريصين ايضا على سداد الاشتراكات السنويه للنادي، وايضا الاشتراك في كافه انواع الخدمات اللي بيقدمها النادي، سواء كانت خدمات خاصه بالاكاديميات او خدمات خاصه بتجديد الاشتراك السنوي او باضافه اعضاء جدد على العضويه زي اضافه الابناء او فصل الابناء في الحقيقه، وكانت ماشيه في سلاسه كبيره جدا. فاسمحوا لي من خلال هذا البرنامج وقناتنا الموقره ان انا اوجه الشكر الجزيل في الحقيقه على دعم ومسانده اعضاء النادي الاهلي للنادي وناديهم في الحقيقه في ظل الظروف اللي بتمر بينا، وايضا حرصهم على التزامنا بالقوانين. وعلى فكره النادي الاهلي يمكن كان هو النادي اخر نادي في الحقيقه طبق ده بشكل فعلي، لان كان كل الانديه الثانيه في بعضها يمكن ما خدش السلك الخط القضائي عشان يقدر يعني يبذل قدر كبير من المجهود في الحفاظ. احنا كنا حريصين على ان احنا نبذل اقصى قدر ممكن ونوصل لابعد مسافه ممكنه نقدر نعفي اعضائنا من هذه الظروف. اعتقد ان الكابتن عادل والاستاذ ابراهيم يمكن مجموعه الاسئله اللي حضراتكم تفضلتوا بيها وطرحتوها اصبحت واضحه، ولو في اي تساؤل اكيد انتوا عندكم تساؤلات كتير من اعضائنا الموقرين احنا نقدر جاهزين بالاجابه ليه والتوثيق بشكل واضح. تحصيل قيمه الضريبه المضافه يا دكتور ما كانتش قاصره فقط على العضويات الجديده، كانت امتدت لكل اموال النادي الخاصه بالرعايه وعوائد البث وغيره وغيره. خطاب لجنه الفتوى والتشريع تضمنها مش كده؟ تضمنت يعني احنا حتى عقود الرعايه في الحقيقه زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ ابراهيم اصبح بيطبق عليها ضريبه القيمه المضافه على الرغم ان احنا طبعا تاريخ النادي الاهلي في الرعايه تاريخ كبير جدا جدا، يمكن عندنا اكثر من 15 عقد رعايه ممتد لسنوات كبيره ما كناش بندفع عقد الضريبه او لم تكن تطبق، وبالفعل طبعا تم تطبيق هذه الضريبه على عقود الرعايه وعقود البث التلفزيوني وايضا بعض العقود التجاريه الاخرى، وده تم التزام النادي بها والنادي حريص على سدادها في التوقيتات التي تحددها في الحقيقه وزاره الماليه احنا ملتزمين بيها، وكمان احنا بنتلافى ده في عقودنا كمان بفتره كبيره، يعني حريصين ان احنا كمان عشان ما نحملش النادي الاعباء ماليه، ده بالنسبه لنا مهم جدا لان الضريبه النهارده بتتجاوز ال 14%، فاعتقد ان احنا برضه حريصين على لان في النهايه الايرادات اللي بتيجي النادي بتيجي للنادي عشان نقدر نعمل عمليه التطوير لخدمه اعضاء النادي الاهلي في الحقيقه. تمام، بخلاف كده يمكن اذا سمحت لي يا استاذ ابراهيم برضه يمكن كان حاجه جميله جدا من الاعضاء وانا بتكلم معاهم في الحقيقه كانوا بيسالوني يعني احنا عايزين نعرف المشروعات، فكنت بكلمهم على المشروعات اللي بتتم في الشيخ زايد في الحقيقه، فقالوا طب ليه انتوا ما بتقولناش على الحاجات دي وتعرفونا ان في ملعبين اللي في كره القدم ان شاء الله، الملعبين اللي موجودين دلوقتي الكبار الرئيسيين في كره القدم ان شاء الله في خلال شهرين من الان سوف يتم افتتاحهم ان شاء الله، عمليه التطوير اللي بتتم من البوابه الموجوده وبتدخل على الملاعب دي باماكن انتظار السيارات ان شاء الله في فتره ايضا قد لا تتجاوز 3 شهور هتكون العمليه دي انتهت باذن الله. النهارده بدانا الدور الثاني من المبنى الاجتماعي الجديد بتاع الشيخ زايد، ان شاء الله احنا على نهايه السنه الحاليه ان شاء الله نقدر نشوف ان شاء الله باذن الله نستمتع اعضائنا بيه. عندنا ايضا المسجد بدانا الحفر فيه ورصدته انتهت، وبدانا اسناده ايضا لاحد الشركات الوطنيه التابعه لاحد الجهات السياديه، ده موجود. حمام السباحه برضه بدانا اجراءات الحفر والتجهيز فيه، ده برضه يمكن دي صحيح احنا يمكن بنبقى حريصين شويه ان تبقى عندنا توقيتات محدده عشان نقول البلان بتاعتنا، وده برضه يعني بيعكس دايما حرص اعضاء النادي الاهلي على صحه تدفق المعلومات والبعد عن الاشاعات التي يمكن ان تكون في بعضها معلومات غير صحيحه على الاطلاق. ايضا ملامح الجيم الجديد النهارده، الشركه النهارده وكل اعضائنا النهارده شايفينه ازاي، ويمكن كان في زياره من القريب العاجل للكابتن محمود في الحقيقه تفقده ازاي، وكان في توجيه ان احنا نزود منطقه الالعاب بالعاب جديده، زودنا منطقه الالعاب بالعاب جديده، الرابر ان شاء الله اللي هو ارضيه الملاعب بتاعه العاب الاطفال ايضا في الشيخ زايد هتخش ان شاء الله
في خلال 15 يوم هتبقى موجودة وتتغير بالكامل. دي حاجة كمان احنا حابين ان احنا ايضا يعني نوضحها في الشأن ده وفي الاتجاه بتاع عملية التطوير اللي بتتم في البنية التحتية. احنا عملنا عملية صيانة لم تحدث في الفترة الماضية من 4 سنوات، عملية سباحة، عملية صيانة كاملة لكل حمامات السباحة في النادي الأهلي في جميع مقرات النادي الأهلي، سواء كان في الجزيرة أو في الشيخ زايد أو في مدينة نصر. دي عملية صيانة دورية. وهنا اسمح لي برضو أن أنا أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء النادي الأهلي في الحقيقة أيضا على حرصهم على أن عمليات الصيانة، يمكن إحنا ما كناش قادرين بسبب عملية كورونا، بسبب كورونا ما قدرناش نعمل عملية صيانة دورية، ايضا بسبب المواسم المتلاحمه ما قدرناش، لكن كانوا حريصين اعضائنا على ان احنا نقوم بعمليه الصيانه الدوريه. يمكن الجزيره النهارده حمام الاطفال شغال، حمام الرئيس بتاع الكبار شغال، ايضا الشيخ زايد النهارده عمليه الصيانه تمت وبنجاح كبير، ايضا مدينه نصر منطقه ترفيهيه، ايضا الحمام الرئيسي مجمع حمامات السباحه تمت صيانته بالكامل، وكانت الفتره دي بدايه من 1/5 حتى ايضا 15/6. ويمكن كنا احنا حريصين ان احنا ناجر حمامات سباحه في هذا التوقيت عشان الفرق الرياضيه بتاعتنا تبدا فترات اعدادها في التوقيتات المناسبه بتاعتها. ده برضو احنا خلونا نقول ان النادي الاهلي اسره واحده في تفهم كامل من اعضائنا، وده دايما اللي بيخلينا احنا في النادي الاهلي نتقدم للامام. الشيخ زايد ايضا تم تطوير 6 ملاعب بتوع التنس، وايضا موجود دلوقتي الملاعب بتاعه البادل وصلت الحمد لله وكلها من الخارج استيراد ان شاء الله. هنركب الملاعبين ان شاء الله، بنجهز لهم الارضيه بتاعتهم ويركبوا في الشيخ زايد. في الحقيقه احنا مستمرين في تاديه واجبنا نحو اعضائنا اللي هم يستحقوا مننا كل جهد وكل عرق، لان عضو النادي الاهلي في الحقيقه حريص على ناديه ودايما بيقدم الحلول ولا يدخل في اي مشكله، لانه حريص على النادي الاهلي بشكل كبير. دكتور، اكيد بلغك بمناسبه مواقف النادي تعليق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي على موقف الاهلي واللي تعرض له في الفاينل الافريقي امبارح في الاداره التنفيذيه. يعني خليني اقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم، في الحقيقه تعليق مستر موتسيبي على موقف النادي الاهلي هو بيعكس التقدير الكامل من الاتحاد الافريقي لرؤيه النادي الاهلي، وفي الحقيقه ده بياكد، مش عايز اقول اكثر من صحه موقف النادي الاهلي عندما تتحدث وفقا للوائح، وعندما تتحدث وفقا لقيم الرياضه التي تحرص على تطبيق معايير العداله والنزاهه وتحرص على الصالح العام لصناعه كره القدم الافريقيه، سوف تجد اذان صاغيه من صناع القرار داخل الكاف. وده في الحقيقه كان واضح جدا، على فكره احنا مش بنقول الكلام ده بعد صدور قرار الاتحاد الافريقي بان تكون المباراه النهائيه من مبارتين مره ثانيه، ولكن ده كان واضح جدا في كلمه كابتن محمود اثناء المؤتمر الصحفي عندما تحدث كابتن محمود الخطيب وقال بالحرف الواحد وفقا لنص ما تم القائه في المؤتمر الصحفي ان الكابتن محمود عندما تم اختيار مستر موتسيبي رئيسا للاتحاد الافريقي كان يملأه الامل الكبير بان هذه الشخصيه قادره على قياده كره القدم الافريقيه، واننا حتى في ظل هذه الازمه ما زال هذا الامل الكبير لدينا بشكل واضح. وبالفعل النهارده امبارح اثبت مستر موتسيبي صحه رؤيه النادي الاهلي في ان مستر موتسيبي سوف يقود القاره الافريقيه كره القدم الافريقيه للافضل. وحتى احنا كنا حريصين على مجموعه من القيم الاصيله في الرياض، عندما ذكر النادي الاهلي 6 مطالب اساسيه من الاتحاد الافريقي، كنا كابتن محمود قال كده نعلم ان هذه سلطه الاتحاد الافريقي لكره القدم، ولكننا ايضا بصفتنا احد اعضاء هذه القاره والتي نفتخر بعضويتنا بهذه القاره اننا نقدم رؤيه، وهذه دور ومسؤوليه الاهلي التاريخيه نحو قارته الافريقيه، بان احنا حطينا 6 مقترحات وليست 6 مطالب، لان احنا نعرف كيف تنظم اللوائح الاختصاصات واختصاصات الاتحاد الافريقي
ونحترمها كثيرا، وايضا قرار الاتحاد الافريقي هو فيه الكثير من التقدير والكثير من الاحترام للنادي الاهلي، لانه عندما قرا مطالب النادي الاهلي علم جيدا ان النادي الاهلي يحرص على نزاهه وسلامه وشفافيه عداله المشاركات الافريقيه، ولا يسعى لتحقيق مكاسب شخصيه داخل القاره. تمام يا دكتور، احنا شاكرين جدا مداخله حضرتك، ولعلك اوفيت كل هذه الجوانب المهمه. شكرا يا دكتور سعد. شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلب المدير التنفيذي للنادي. اعتقد الامور واضحه يا باشمهندس. لا هو ضحكه لابد منه، خصوصا في الشق اللي يخص الاعضاء.